السلام عليكم الحبيبة ديالي، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ الصحة مزيانة؟ كي بقيتم مزيان؟ مرحبا بكم معايا مرة أخرى، جولة جديدة، فلوج جديد. وهذه المرة إن شاء الله من السوق ديال الحومة ديال الشوك، دخلنا نوص الكراجات كما كتلاحظوا معايا، هادو اللي كيبانو وبالضبط، يعني داك الصغيوار اللي فيه واحد النقيطة حمراء، هذاك الثمن ديالو 1700 درهم. بالنسبة أخوتي الحوار الصغارين 1700 درهم، بالنسبة للكبارين هادو اللي كيبان لكم 2300 2400 انت ومع من تلاقيتي. بالنسبه اخوتي الحواله هادو، يعني المعظم ديال الناس اللي كتسولهم كيقول لك ميدلت خنيفره، يعني اللي محبين الحواله ديال الخنيفره. بالنسبه للحواله الكبارين كما نرجعوا للجهه الاخرى، يعني هادو من هنايا يعني ديك 3000 درهم من التحت، ومن الجهه الاخرى 4000 درهم الفوق. المهم يعني 4000 درهم لتحت، يعني فالجهة هذه كتلقى 3000 3500 على حسب، والجهة الأخرى كتلقى 4000 درهم. بالنسبة للحوالة الصغارين تقريبا شفت اللي شفت أنا من خلال يعني الكراجات اللي دوست ليهم ولا الناس اللي كيبيعوا 1700 درهم، يعني أرخص خروف. انا ما عرفاش واش دايزن الضحيه او لا. المهم كنعرفوا بان الحولي باش يكون دايزن الضحيه يكون عنده اكثر من 6 شهور، يكون عنده يعني في واحد الشروط، ما يكونش مضروب، يكون يعني في مجموعه من الشروط. المهم 1700 درهم. هادو اللي كتشوفوا معايا اخوتي في الصوره 4000 درهم، 4200 درهم، هذه هي الاثمنه ديالهم. يعني كتشوف كتختار اللي كيعجبك، 4000 4200 درهم وانت وشطارتك. غنمشيو لكراج واحد اخر، هذا الحولي اللي كيبان له لاني 2350 درهم، هذا اللي قدامه اخوتي 2300 درهم. يعني انا سولتو كان كيقول لي هو الاثمنه. بالنسبه لهنا هذا المحل، هذا صراحه انا عجبني اللي بان لي عنده الحواله شويه نقيين وسمينين الصراحه، يعني حواله في المستوى. كاينين كما كتشوف يعني 2000 درهم من فوق ما كتلقاش اقل. هذا الصغيور 1800 درهم، 1700 درهم، عفوا كما كتشوفوا هو هذا يا الصغر 1700 درهم. بالنسبه لهادو ما 2200 2300. بالنسبه للكبارين بحال تقريبا انا اللي لاحظت تقريبا يعني نفس الاثمنه، 3800 درهم، 4000 درهم، 5000 درهم، ولكن الانسان كيمشي على قد المستطاع ديالو. هذاك اللي كتشوفوه 2200. بالنسبه للمحل هذا اخوتي مشيت عنده، هاد الجهه هادي كما كتلاحظوا معايا 3500 درهم، عامل كل جهه يعني هو فصل الحواله. بالنسبه للجديان، بالنسبه للجديان اخوتي ما كاينش اقل من 1000 درهم. هاد الجديان الصغارين طوا فيه 900 درهم، ما بغاش يبيعهم، بغى يدي جوج وما بغاش يبيعهم. من الجهه هادي كما كتلاحظوا معايا كاين النعجت، ما سولتش الاثمنه ديالهم، وهادي الحواله 4800 درهم، ما كيناقشش في الثمن، يعني عجبك ديه ما عجبكش خليه. هنا كما كتلاحظوا معايا 2600 درهم. مشينا الجوله ديالنا خوتي وكملنا يعني خارج الكراجات في واحد 9 سمينايا كاينين الحواله كما كتلاحظوا، ما عاملين غير هذا الزرب ديال السلك، ديال السلك، المهم السلك، وعاملين الحواله ديالهم. الخير موجود في السوق. مقارنة الأسعار مع البداية من لحد الآن أظن كاين تراجع يعني في الأثمنة نوعا ما. وكما سبق قلت هادو الحوالة ديال ميدلت خنيفرة كيقولوا راعين، والله أعلم، لأن الناس كيعجبهم الحاجة كتكون على اليد، ماشي داك اللي كيكونوا غير معلفين وصافي. بالنسبة هادو أخوتي 3800 درهم. من بعد غنشوفو الحولي واقف، يعني ماشي كبير بزاف، هذاك داك الصغيور 1800 درهم. المهم لي واحد هذا 1700 درهم، اللي واحد يقدر يقضي له، ولكن الانسان اذا كانت يعني عائله كبيره صراحه ما عنده ما يقضي، كيبغي شي حاجه تكون يعني في كبيره وتقد العائله، ماشي في نهار واحد نطيبوه ونمشيو نقلبوا على ما نتغدى وغدا. هذه هي الجوله اخوتي ديال اليوم من حومه الشو، كنتمنى الفيديو يعجبكم ونا الرضا ديالكم، واللي في طنجه اللي ما لا يضرب دويره عن حومه الشوك ويشوف الحواله. الى اللقاء، عيدكم مبارك سعيد.